الحادية عشرة بتوقيت ليبيا. نشرة الأخبار من 218 نستهلها بأبرز العناوين. جلسة منتظرة لمجلس النواب غدا للبت في حكومة الوفاق. بوتفليقة يدعو لتشديد الرقابة على طول الشريط الحدودي لبلاده مع ليبيا. وقفة احتجاجية لنشطاء الحراك تباوي أمام مقر هيئة الدستور في البيضاء. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. يعقد مجلس النواب يوم غد الاثنين جلسة كان قد دعا إليها رئيس المجلس عقيل صالح للبت في حكومة الوفاق الوطني وعودة النواب المقاطعين. ودعا عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أعضاء البرلمان للحضور للجلسة ليكتمل النصاب القانوني لاتخاذ قرار نهائي بشأن حكومة الوفاق. وأكد الزغيد ل 218 أن مدينة طبرق آمنة ولا شيء يدعو للخوف من اتخاذ القرار. مع استمرار الجهود الدولية الرامية إلى حث الأطراف الليبية لقبول الاتفاق السياسي الذي وقع بالصخرات، يعتزم مجلس النواب الليبي عقد جلسة الاثنين بحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي بالبرلمان، وذلك لمناقشة موضوع عودة الأعضاء المقاطعين والتصويت على اتفاق الصخرات. تأتي الجلسة بعد نداءات وجهها رئيس المجلس عقيل صالح للنواب بحضور الجلسات الدورية يوم الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، بعد فشل جلسة عقدت الأسبوع الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر 25 نائبا فقط. يعزى عدم تمكن البرلمان من عقد جلساته إلى الانقسام الحاصل داخله فيما يتعلق بالاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، اتفاق أفضى لتشكيل مجلس رئاسي ينتظر منه تشكيل حكومة موعودة بدعم دولي لإعادة الاستقرار للبلد. من سيتولى الحقائب الوزارية وخصوصا السيادية منها؟ سؤال يعتبر إشكالية حقيقية، فالأطراف الرافضة للاتفاق والتي حاولت خلق مسار موازن للحوار الليبي بوساطة دولية اشترطت بقاء شاغلي المناصب وبعض الصفات لكي تقبل به. المبعوث الأممي مارتن كوبلر وبعد زيارته للشحات حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيل صالح وزيارته لطرابلس ولقائه برئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين أبدى ارتياحا من خلال تصريحاته حول تجاوب هذه الأطراف لقبول الاتفاق في الوقت الذي لا تبدو فيه واضحة أي إرهاصات على تغيير الموقف الرافض. دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر جميع الليبيين إلى احتضان الاتفاق السياسي وذلك لحل الأزمة ودعم حكومة الوفاق الوطني. كوبلر أكد في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة أمس السبت أن الباب ما زال مفتوحا على مصراعيه أمام كل من يرغب بالانضمام إلى الاتفاق، وقال: ما زلت مصرا أن عملية الاتفاق السياسي هي بقيادة ليبية حصريا وتتعلق بليبيا والأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي باتجاه تقديم الدعم إلى ليبيا في سعيها من أجل السلام والمصالحة الوطنية. وأضاف: لقد ظهر بصيص أمل في نهاية المطاف في الأفق، ولا شك أن السنة الحالية ستكون مليئة بالعمل الشاق، لكنها ستكون أيضا سنة من الفرص لليبيا لإعادة اكتشاف السلام في الاصطفاف مع حكومة وحدة واحدة ومؤسساتها الشرعية. مع وصول المبعوث الأممي مارتن كوبلر للعاصمة طرابلس ولقائه برئيس المؤتمر نوري أبو سهمين للتباحث حول حكومة الوفاق، لا تزال مسيرة الوفاق الوطني على حالها بين المعارض والمؤيد. المؤتمر الوطني قال عقب لقائه بكوبلر في مؤتمر صحفي أن الأطراف التي وقعت الاتفاق ليست مخولة من أحد. عن اتفاق الصخرات لا يعتد به المؤتمر ولا يعتبر طرفا فيه. أما كوبلر فقد ذكر على حسابه الشخصي على تويتر أن هناك المزيد من النقاشات في العاصمة طرابلس مع المؤتمر الوطني العام، وأنه يدعو كل الرافضين للالتحاق بالوفاق الوطني.
كما أنه وصف الاتفاق السياسي بالبديل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية. الأولى هي أن الاتفاق السياسي الليبي هو أساس كل المناقشات وليس هنالك بديل عنه. وعلى المؤتمر الوطني أن يوافق عليه داعيا أن الأزمة يجب أن تنتهي. أما ما يخص فايز السراج الذي لم يمانع بوسهمير للقائه كمواطن ليبي، وفي المقابل ليس مقبولا أن يتم استقباله كرئيس حكومة الوفاق، موقف المؤتمر الوطني الرافض للاتفاق لم يكن جديدا هذه المرة. وعلى صعيد آخر، قام المبعوث الأممي مارتن كوبلر بزيارة مخيم للنازحين من أهالي تاورغا بمنطقة الفلاح، واللقاء مع أهالي المخيم الذي مر على نزوحهم 5 سنوات. هذه الزيارة رأى فيها المراقبون إشارة على أن الأزمة الليبية تمتد إلى مشاكل حقيقية، وعلى الجميع تدارك الخلافات والالتفاف على الوفاق. التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وأعضاء المجلس الرئاسي أمس السبت بالمبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر في العاصمة تونس. كوبلر قدم في الاجتماع تقريرا حول آخر التطورات للمجلس الرئاسي، وذلك في إطار المشاورات والنقاشات للترتيبات الخاصة بالاتفاق السياسي الليبي. وأعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لدور بعثة الأممية وجهودها للوصول إلى حالة من الأمن والاستقرار، مؤكدين ترحيبهم بهذا الدعم طالما أنه في إطار برامج الحكومة ويحترم وحدة البلاد وسيادتها. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أنه يدعم فكرة إرسال قوة ألمانية لتدريب الجنود الليبيين. ووصف كوبلر خلال مقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية مهمته في ليبيا أنه يحاول الموازنة بين تقدير المخاطر والحرص، وأنه فور تحسن الأوضاع الأمنية نحو الأفضل في البلد أنا أستطيع أن أتخيل أن ألمانيا سوف تساهم في تدريب ضباط الأمن الليبيين، ولم يستبعد الدبلوماسي الألماني إمكانية تدخل دولي ونشر قوات في ليبيا للعمل ضد داعش التي تمكنت من السيطرة على مناطق في ليبيا كما الحال في شمال العراق وسوريا. دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء المصغر الأخير إلى ضرورة تشديد الرقابة على طول الشريط الحدودي مع ليبيا ومالي والنيجر. بوتفليقة أمر أيضا بتعميم حالة الاستنفار الأمني على جميع المسالك الصحراوية الوعرة والطرق المؤدية إلى المناطق الحدودية الآهلة بالسكان لإجهاض أي عملية اختراق غير قانوني. وفي سياق متصل أسرت المصادر نفسها بتشديد رئيس الجمهورية على ضرورة تفويض كافة الصلاحيات للوحدات الحربية بمناطق التماس الحدودية. مشاهدينا، للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الباحث الأكاديمي والأستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، مرحبا بك. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نعم دكتور خطار، مرحبا. فماذا نفهم من القرار الجزائري بتشديد الرقابة على الحدود مع ليبيا ونيجر ومالي، وتحديدا هنا يخصنا الحالة الليبية على الحدود الليبية الجزائرية؟ نعم، يعني مما لا شك فيه أن تمركز ما يسمى بتنظيم الدولة في أجزاء من الأراضي الليبية أخذ يشكل تهديدا للأمن الوطني الليبي كما للأمن الإقليمي والعالمي. وهناك ما يتم تداوله عند الكثير من الأوساط بإمكانية انتقال الثقل الداعشي من بلاد الشام والعراق نحو منطقة شمال إفريقيا، ولهذا ومع استمرار نحر الإرهاب لتونس وهذا التمركز في ليبيا، وهناك أيضا معاقل لا تزال محتدمة أو موجودة لما تسمى الجماعات المتشددة في الجزائر، هذا القرار من قبل الرئيس الجزائري يهدف لمحاولة تحصين الجزائر من إمكانية هذا الاختراق الداعشي للأراضي الجزائرية، ويفهم على في هذا المقياس. لكن ما لا يفهم أن الجزائر بالذات كانت حتى الآن من أكثر الدول تحفظا على أي عمل دولي فعال يهدف إلى احتواء داعش أو اقتلاعها من الأرض الليبية.
نعم، هو الرئيس الجزائري أمر بتعميم حالة الاستنفار على طول الشريط الحدودي، يعني لماذا في هذا التوقيت؟ يعني هل من معلومات استخباراتية تفيد بتحرك ما في الصحراء؟ يعني هناك مناطق على ما نعلم سويا أنها مناطق رمادية، ومناطق نتيجة الاتساع الجغرافي لهذه المناطق ليس هناك من قدرات أمنية على ضبطها، وليس هناك من قوات برية قادرة على حماية كل هذه المنافذ بهذا الحجم الجغرافي الكبير. لكن مما لا شك فيه أن الاحتمالات التلاقي ما بين ما يسمى القاعدة في المغرب الإسلامي وجماعة تنظيم الدولة ولاية فرقة، بالإضافة إلى بوكو حرام وجماعات أخرى مثل المرابطون وجماعات التوحيد والجهاد، هناك خشية من التقاء كل قوى هذه القوى الممثلة للجهاد العالمي، خاصة أن الوضع الاجتماعي في الجزائر يتهاوى مع سقوط أسعار النفط، كان السلم الأهلي مؤمن أكثر، وهناك مرحلة انتقالية على ما يبدو في الجزائر ترتسم وهي صعبة، ومن هنا هذا القرار يشكل عملا استباقيا، ليس من الضرورة أن يكون هناك معلومات أمنية محددة حول مخاطر آتية من الصحراء، لكن ربما هذه الاحتياطات الاستباقية هي لمنع مخطط معين يمكن أن يستهدف استقرار الجزائر في مرحلة لاحقة. نعم، ألا تعتقد بأن للقرار الجزائري علاقة بقرب محاربة تنظيم داعش في ليبيا بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني؟ نعم، كما قلت كان هناك نوع من المآخذ رغم لعب الجزائر إلى جانب المغرب دورا كبيرا في انتظام الحوار الوطني الليبي، كان هناك من قبل بعض الأوساط العربية والأوروبية تساؤلات حول إصرار الجزائر على عدم التدخل في ليبيا، وكلنا يعلم أن الإمكانيات الليبية الذاتية خاصة مع حرمان الجيش الليبي من السلاح والحظر عليه ليست قادرة على محاربة هذا التنظيم واحتوائه. سيكون هناك ربما هذه الدول التي أتت إلى ليبيا تحت مسمى الأمم المتحدة وقرار ناتو عليها أيضا أن تتحمل مسؤولياتها في مكافحة هذا الوضع الذي وصلت إليه ليبيا. ربما هذا تفسير، لكن هناك ربما معطيات داخلية جزائرية تضاف إلى هذا التفسير لفهم القرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة. نعم دكتور أبو دياب، هل تعتقد بأن ستكون للجزائر دور في محاربة الإرهاب بعد تشكيل حكومة الوحدة في ليبيا، أم أنها ستكتفي فقط بتأمين حدودها الداخلية؟ هذا شيء هو الشيء المثالي لو أن دول الجوار القادرة من الجزائر إلى مصر تلعب دورا مشتركا، لكن مع الأسف حتى الآن كل ما يقع عنه هو عمليات جوية ولم يتم الكلام ابدا عن عمليات بريه، وهذا برايي من دون اعطاء قوه للجيش الوطني او تعزيزه سيبقى نوعا نظريا، اي نوعا كما يحصل في سوريا والعراق من احتواء الموضوع وليس ذاك العمل الجدي، بيد ان بدايات الحل السياسي في ليبيا ان حصلت هذا هو الجواب الجدي على امتداد داعش وعلى استمرار الفوضى المستشرية في ليبيا. من دون بدايه الحل السياسي ليس هناك من أمل، الحل الأمني لوحده لا يكفي لضرب هكذا ظواهر. نعم، سؤالي الأخير لك دكتور أبو دياب، يعني أنت ترجح بأن التحرك الجزائري لتأمين حدودها مع دول جنوب الصحراء وكذلك ليبيا بأنه بسبب أن الجزائر تمر بمرحلة انتقالية كما ذكرت؟ نعم، ليس من الأسرار أن الرئيس بوتفليقة لا يحكم بشكل تام، وليس من الأسرار أيضا أن هناك تجاذبات داخلية جزائرية وانتقادات لأدوار من هنا وأدوار من هناك، تتدخل الآن في التفاصيل لأننا نتكلم عن موضوع ليبيا بالذات، لكن ما يخشى منه أن هذا الوضع السياسي الغير مستقر والأشبه بالانتقالي بالإضافة إلى الأوضاع الاجتماعية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي ونمو الإرهاب في الإقليم، كل ذلك يجعل الجزائر تخشى من المرحلة القادمة. نعم، الباحث الأكاديمي والأستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس الدكتور خطار أبو دياب حدثتني من باريس، أشكرك جزيل الشكر.
نظم حراك التباوي من أجل دستور عادل وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة صياغة الدستور في مدينة البيضاء، أصدروا من خلاله بيانا أكدوا فيه على رفضهم لأعمال الهيئة. جاءت الوقفة ردا على ما قالوا أنه مخالفة الهيئة للمادة 30 من الإعلان الدستوري القاضية بوجوب التوافق في الأحكام المتعلقة مع الأقليات الليبية من التبو والطوارق والأمازيغ بحسب البيان، مؤكدا على تمسك المجتمع التباوي بمبدأ التوافق الدستوري في حقوقه كالهوية وترسيم اللغة وعدم التمييز وغيرها من الحقوق الغير قابلة للمساومة. ليبيا البلد الذي لديه أكبر احتياطي للنفط في إفريقيا ويبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، يعاني اليوم من أوضاع اقتصادية متردية يجعله غير قادر على توفير أبسط احتياجات المواطن. بحسب التقارير الصادرة عن البنك الدولي توضح بأن الأداء الاقتصادي كان الأسوأ عالميا في عام 2014، فقد احتلت ليبيا الترتيب ما قبل الأخير في القائمة من أصل 189 دولة بعد أن كان ينتج 1,600,000 برميل عام 2011. يأتي هذا جراء الاشتباكات المسلحة في محيط الموانئ النفطية والانقسامات السياسية المنافسة على السلطة، ناهيك على تمدد داعش وخطورته وتزايد نفوذه. في ظل هذه الاضطرابات السياسية، فإن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي سينفذ خلال 4 سنوات. جاءت تقديرات صندوق النقد الدولي عام 2010 بأن نمو ليبيا الاقتصادي في عام 2014 سوف يكون أكثر من 7%، وهي أعلى نسبة متوقعة في منطقة الشرق الأوسط، غير أن الواقع كان صادما بكثير، حيث سجلت النسبة ناقص 24%، وهي أسوأ نسبة لإجمالي الإنتاج المحلي في العالم. أمام قلق الدول الغربية من تفاقم الفوضى والانهيار، يؤكد مسؤولون محليون من جانبهم على خسارة ليبيا 5% من احتياطي النقد الأجنبي خلال 2 شهر منذ نوفمبر الماضي، والذي انخفض إلى 95 مليار دولار مقابل 100 مليار في نهاية نوفمبر الماضي. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد هذا الفاصل. قلة الإمكانيات لم تكن عائقا أمام رجال المرور في بنغازي. جلسة منتظرة لمجلس النواب غدا للبت في حكومة الوفاق. بوتفليقة يدعو لتشديد الرقابة على طول الشريط الحدودي لبلاده مع ليبيا. وقفة احتجاجية لنشطاء الحراك التباوي أمام مقر هيئة الدستور في البيضاء. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. أقيم السبت في طرابلس حفل تخريج ل 950 فردا من عناصر الأمن المركزي الذين تلقوا دورات مكثفة ليكونوا قادرين على أداء واجبهم. مدير إدارة تفتيش بمديرية الأمن المركزي قال أن مهمة الشرطة الليبية حماية الأعراض والأموال والأرواح، وأن الهدف من هذه الدورة هو تكوين شرطة مهنية لا تتبع أي حزب أو توجه سياسي. وتضمن الحفل استعراضا للكراديس ومجموعة من الاستعراضات لمهارات المتدربين، وفي نهاية الحفل تم تكريم الأوائل من المتدربين. جرى صباح اليوم الأحد في مقر المجلس البلدي زنتان حفل تسليم المهام الإدارية والخدمية للمجالس المحلية التابعة للمجلس البلدي. مراسلنا طارق الغناي وفانا بالتفاصيل في هذا التقرير.
أقيم اليوم حفل تسليم المهام الإدارية والخدمية للمجالس المحلية التابعة للمجلس البلدية الزنتان في مقر المجلس، حيث حضر هذا الاجتماع عميد بلدية الزنتان ورؤساء المجالس المحلية التابعة للمجلس البلدي وأعضاء المجلس الأعلى لقبائل الزنتان وعدد من نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، حيث ألقى كلمة الافتتاح عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، أعرب فيها عن أمله بأن تكون هذه الخطوة فعالة لتسهيل الإجراءات الإدارية والخدمية للمناطق المعنية. وتقدم بعد ذلك رؤساء المجالس المحلية لكل من رئيس المجلس المحلي بئر المرحان ورئيس المجلس المحلي طبقة ورئيس المجلس المحلي القريات الشرقية ورئيس المجلس المحلي القريات الغربية ورئيس المجلس المحلي الزنتان ورئيس المجلس المحلي مزدة لأداء القسم أمام عميد بلدية الزنتان السيد مصطفى الباروني. وتم التوقيع على محضر الاجتماع المنعقد بين رؤساء المجالس المحلية وعميد بلدية الزنتان بعد عملية الاستلام والتسليم. وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في ليبيا من حيث تسليم المهام من المجلس البلدي إلى المجالس المحلية لإنهاء المركزية داخل نطاق البلديات وتكلف المناطق التابعة لها بتسيير مهامها عبر مجالسها المحلية. افتتح مجلس سرت البلدية اليوم مقره الجديد بمدينة البيضاء، جاء هذا بعد سيطرة تنظيم داعش على المدينة في الأشهر الماضية وانعدام العمل البلدي التابع للحكومة المؤقتة. وسيتم تسيير أمور البلدية ونازحيها ومشاكلها بمدينة البيضاء إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مدينتهم. هذا وسينظم نازحو مدينة سرت بالبيضاء وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل للمطالبة بإيجاد حلول لمشاكل متفاقمة للنازحين منذ أشهر بسبب ما تعانيه المدينة من سيطرة لتنظيمات الإرهابية، مطالبين المجلس البلدي بالتواصل مع أهالي المدينة والوقوف على احتياجاتهم. وقال عمر الشامخ أحد منظمي الوقفة لـ 218 أن الهدف منها هو مخاطبة المسؤولين الذين لم يوفروا أي خدمات للنازحين. سرت حالة ما يخضع لحد، سرت مدينة محتلة ومن الدواعش، وشكلوا لنا لجنة أزمة. كان تشكيل لجنة الأزمة في 7/4/2015، وهذه اللجنة قدمت بعض المساعدات ولم تكتفي على نازحين سرت بالكامل، وكانت طريقة الشغل متاعها خاطئة جدا، ولا عندنا عليها أي خلفية، ولم ينتخبوا الناس، وجيء بطريقة فجائية لا نعلم به. عندنا مشاكل يا أخوي في النازحين بشكل غريب، ونظرا لظروف الغلاء الإيجارات والمعيشة أغلبية الناس اللي كانت في الشرق اتجهت للمنطقة الغربية. لجنة الأزمة أول ما رصدوا لها يا أخوي رصدوا لها 10 مليون أو 12 مليون تقريبا، صرف منها 1,600,000 بدل إيجار لبعض الناس وليس لكل الناس. سرت المختطفة أو سرت المحتلة، لا يختلف هذان الاسمان حين تذكر المدينة المنكوبة التي يحتلها الإرهاب ويحاول طمسها عبر وسائله الإجرامية في بسط نفوذه. لا تقف أزمتها عند الإرهاب فقط، بل تتعداها إلى أزمة النازحين من أهلها الذين يذوقون كل يوم معاناة من شأنها أن تكون وصمة لا تمحى في ليبيا الجديدة. النازحون الذين يتوزعون في مدن ومناطق بلدهم يأملون أن تنتهي أزمتهم عبر مجلسهم البلدي الذي يقيم بعيدا عنهم، محاولين الاتصال به وسؤاله عن واجباته تجاه أهل المدينة. مع برد الشتاء وهطول الأمطار على المخيمات والبيوت المتهالكة، وأيضا في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب، تزداد المعاناة في غياب المسؤول الأول عن هؤلاء والتي من شأنها أن تغير واقعهم الصعب إن التفت إليهم أحد وصنع لهم واقعا أفضل بعيدا عن الوعود. ومع اقتراب حكومة وطنية تجمع الأطراف على طاولة واحدة، يمتد الحلم ليصل إلى تاورغا وسرت وكل مهجر في الداخل والخارج.
قامت مجموعة مسلحة بتفجير محل للاتصالات بمنطقة المطرط غرب مدينة الزاوية أمس السبت، حيث تم وضع حقيبة متفجرة أمام المحل دمر على إثرها المبنى بالكامل دون تسجيل أي أضرار بشرية، وفيما لم يتبنى هذا التفجير أي جهة حتى الآن، فيما رجحت مصادر لمترو 18 أن يكون الحادث لأسباب جنائية. يذكر أن هذا التفجير ليس الأول من نوعه في المنطقة، وقد طالب أهالي المدينة من جميع المسؤولين الإسراع في إنشاء سرية أمنية تقوم بالحماية من هكذا حوادث. انطلقت في مدينة زليتن أعمال إنشاء طريق مزدوج من جزيرة دوران البازة من قبل إحدى الشركات المحلية، وقال المهندس المشرف محمد شابيش أن المشروع عملي تمهيدي يشمل أعمال الحفر والردم إضافة إلى إنشاء عبارة للمياه والصرف الصحي وكوابل الكهرباء وأعمدة الإنارة والأرصفة، ويمتد لمسافة 235 مترا في اتجاه واحد حسب المخطط السابق للمدينة. يذكر أن المشروع بإشراف مكتب المشروعات بالجهاز التنفيذي بالبلدية. انطلقت اليوم بكلية التربية بزلطن امتحانات فصل الخريف للعام الدراسي 2015-2016 وفقا لخطة مجلس الكلية المعدة لهذا العام. وفي سياق ذاته اجتمع عميد الكلية بأعضاء هيئة تدريس المتعاونين للتنسيق حول كيفية سير الامتحانات ومناقشة الأمور المالية لهيئة التدريس وحل بعض المشاكل التي تمر بها الكلية لإنجاح العملية التعليمية. يذكر أن عدد الطلبة لهذا العام في الكلية بلغ 950 طالبا وطالبة حسب قسم التسجيل والقبول. نظم التجمع الوطني بفزان ورشة عمل لمنتسبي جمعية شباب الجديد للعمل التطوعي، وذلك ضمن المرحلة الثانية لحملة شارك من أجل ليبيا. الحملة جاءت بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وقال أبو بكر الغصني عضو التجمع الوطني أن مفردات الحملة تشمل على 5 ورش عمل حول الدستور والتعريف به وحقوق الشباب والمرأة في الدستور والتنمية والمفقودين، مضيفا أن الحملة ستنفذ في عدة مناطق منها سبها والبوانيس وأوباري. الهدف من ورش العمل التي تقام بإذن الله ستكون ماذا يريد الشباب، بالأخص عندما توضح لهم الدستور مفهوم الدستور، وبعدها تقوم توضيح حول حقوق الشباب وحقوق المرأة، وتكون هناك نشاط تدريبي بالورشة داخل الورشة، ومن خلال هذا النشاط نتعرف على ماذا يريد الشباب وماذا يريد المرأة في الدستور. رغم كل الظروف التي مرت وتمر بها مدينة بني غازي، ظل رجل المرور أحد أهم العناصر المثابرة بها رغم قلة الإمكانيات. تغلب على وظيفتهم الحالة الإنسانية قبل القانونية. رجل المرور الذي لم يغيب عن الشارع في بنغازي إلا بعد أن اشتدت حالة الاغتيالات التي لم تستثني أحد، غير أنهم سرعان ما عادوا لزرع الاطمئنان في قلوب السكان وليكونوا جزءا من ضخ الحياة في شوارعها. نحن حقيقة كرجال مرور في قسم مرور بنغازي في واحد حركة السير تم خروجنا للميادين والشوارع العامة حتى يعني نداء الناس ونوع كزرع للطمأنينة والأمن والأمان في كل من يقوم بتجول الطرقات العامة. مدينة أغلقت منافذها بسبب المعارك، الأمر الذي جعلها تعاني من اختناق شديد في طرقاتها، مما زاد من عبء العمل على شرطي المرور الذي يعمل تحت كل الظروف المناخية والمادية التي تتوفر على حسب الإمكانيات الممكنة. لذا توجه عناصر المرور بالنصائح إلى المواطن حتى يكون عونا لهم على تسيير الأمور.
الكثير من سائقي مركبات الآلية يظنوا أن الكثافة المرورية الحاصلة في مدينة بنغازي عندما يقوم رجل مرور بإعطاء الحركة اليدوية يظنوا أن رجل المرور هو من يقوم بتعطيل حركة المرور بدلا من تسهيل حركة المرور، وهي بالعكس. ما نتمنى هو تقيد بقواعد وأداب المرور على طرقات العامة. رغم احتراق جزء كبير ومهم من المقر الرئيسي للترخيص بسبب الأحداث الماضية، إلا أن هذا لم يثني رجل المرور من الاستمرار بالعمل رغم توقف أهم أقسامه، ألا وهو قسم صرف اللوحات المعدنية. بالنسبة للتسجيل المركبات داخل مدينة بنغازي على وجه التحديد قسم مرور ترخيص بنغازي، نحن طبعا قايمين بالاتصال بالمديرية الأخ المدير على أساس ينسقنا مع رئيس مصنع اللوحات، والأسبوع اللي مضى هذا كان فيه طبعا اجتماع بيننا وبين الأخ رئيس مصنع اللوحات، وقال إن شاء الله في الفترة القريبة هذه هم حيفتحوا مصنع اللوحات. يظل تواجد رجل المرور في الشارع واجب وظيفي ووطني، غير أن هذا لا يعفي المواطن من واجبه باحترامه القوانين حتى ينعم الجميع بفائدة هذه الخدمة. نظمت في مدينة طبرق برعاية الهيئة الدولية لإنقاذ الطفولة وجمعية درصاف ونادي الصقور فعاليات أطفال السلام الخاص بأطفال تورغا ومدن ليبيا كمهرجان للطفل للترويح عنه ورسم البسمة على شفاه الأطفال، فلنتابع. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل اختتام فعاليات مهرجان المديح النبوي في دورته الرابعة في سبعة. جلسة منتظرة لمجلس النواب غدا للبت في حكومة الوفاق. بوتفليقة يدعو لتشديد الرقابة على طول الشريط الحدودي لبلاده مع ليبيا. وقفة احتجاجية لنشطاء الحراك التبوي أمام مقر هيئة الدستور في البيضاء. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. إلى غات حيث اختتمت مجموعة رابسا نشاطاتها لسنة 2015 بإحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار زينا زيكم، وذلك بزيارة قامت بها لذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم وتكريم العائلات والقائمين على رعايتهم رغم الصعوبات التي يعيشونها وتوضيح بعض أهداف اليوم العالمي لسنة 2015 من ناحية الإدماج والتمكين والبيئة المستدامة لذوي الاحتياجات الخاصة. الحملة اللي هي حملة ذوي احتياجات خاصة طبعا تواكب 3/12 من كل شهر وكل سنة سنويا، اللي هي الاحتفال بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. السنة هذه اضطرينا ان نأخروها بسبب الظروف اللي هي الشباب في اللي كانوا متواجدين في دورات خارجية في دورات تدريبية. نستهدف اللي هي الفئة هذه تطبيقا لشعار زينا زيكم، نخرطوهم او ندمجوهم معنا في المجتمع، طبعا هذه الاحتفالية اللي هي يديروا فيها مجموعة شباب رصة داخل المنطقة بالتعاون مع جمعية شعاع الأمل نحتفلوا. السنة ما كانتش احتفالية، الفكرة كيف كانت إن احنا نمشوا نكرموا أولياء أمور اللي عندهم 3-4 أو اللي عند 5 من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المنازل، مشينا كرمناهم ودرنا معهم عدة لقاءات.
اختتمت بمنارة الحظيري العلمية فعاليات مهرجان المديح النبوي في دورته الرابعة بمشاركة عدة فرق متخصصة في المألوف والموشحات، وأحيت فرقة بحور المادحين اليوم الختامي بعروض لقصائد وموشحات دينية في مدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولاقى المهرجان صدى واسعا لدى أهل منطقة الجديد الواقعة في نطاقها المنارة. وقال عبد السلام البخاري عضو لجنة إدارة بمنارة الحظيري أن المنارة تخصص أهم مناشطها لصالح أهالي المنطقة لملء فراغ الشباب وإشراكهم في معظم الأنشطة التي تحتضنها المنارة. والفرق كانت أعمالها كلها أعمال واعدة، كانت أعمال موفقة، حضور جيد وفيه تجانس وفيه انسجام وفيه نوع من الفرح والبشاشة لتغيير الأجواء الكئيبة والأجواء اللي نسمع بأخبار أحيانا سيئة. أعلن وزير الخارجية السعودي عادل جبير أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية الهجوم على سفارة بلاده في طهران. وقال الجبير في مؤتمر صحفي اليوم أن بلاده أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتطالب مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية خلال 48 ساعة. شن مسلحون تابعون لتنظيم داعش هجمات مضادة على أطراف مدينة الرمادي، وذلك بعد أسبوع من إعلان القوات الحكومية العراقية استعادة السيطرة عليها. وبحسب الجيش العراقي فأنه تمكن من صد هذه الهجمات بمساعدة غارات جوية يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، فيما تقول القوات العراقية الحكومية أنها تتخلص تدريجيا من مسلحي التنظيم الذين لا يزالون داخل الرمادي، ويوجد حوالي 200 مسلح مختبئين وفقا للجيش العراقي. غيرت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية وجهتها إلى لندن بعد إقلاعها من مومباي، فعادت إلى المطار الذي انطلقت منه بعد اكتشاف فأر على متنها. بحسب ما أفادت وكالة بي بي سي نيوز البريطانية، الطائرة كانت فوق أجواء إيران حين لاحظ أحد الركاب فأرا وأبلغ مضيفا عن ذلك، فتغيرت طائرة مسارها فورا وعادت إلى مطار بومباي، حيث انتقل الركاب إلى طائرة أخرى ثم خضعت الطائرة للتفتيش، ولكن لم يعثر على أي آثار لوجود الفأر على متنها. مصدر في إدارة الشركة قال أن القرار بوقف الرحلة الجوية كان مبررا لأن الفئران تشكل خطورة جدية على الطائرات، حيث يمكن أن تقطع أسلاكا أو تعض الركاب.
من فأر في الطائرة إلى أسد في الماء، حيث رصد سكان محليون بالهند وجود أسد قرب شاطئ بحر العرب غرب البلاد، وتمت رؤيته وهو يقفز إلى المياه ويبدأ بالسباحة بعيدا عن الشاطئ. ويقول سكان أن الأسد ربما قدم من إحدى الغابات القريبة من المرفأ الساحلي. وبعد حضور فرق الإنقاذ تم انتشال ملك الغابة من المياه وإرساله لمركز رعاية الحيوانات، وأفاد المسؤولون بأنه سيبقى تحت الملاحظة وسيتم تقديم العناية البيطرية اللازمة له قبل أن يطلق سراحه إلى الحياة البرية مرة أخرى. مشاهدينا، ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلسة منتظرة لمجلس النواب غدا للبت في حكومة الوفاق. بوتفليقة يدعو لتشديد الرقابة على طول الشريط الحدودي لبلاده مع ليبيا. وقفة احتجاجية لنشطاء الحراك التبوي أمام مقر هيئة الدستور في البيضاء. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الانترنت 218tv.net، وبإمكانكم المتابعة البث الحي على الموقع ذاته. إلى اللقاء.